هاي نتعلموا كيف كيف كيفاش نديروا لاباطا سكر ميزون باش ما تشروهاش راه يلاه مود دوكا ناس قاعد يديروا بها لي كاطو تاعهم سيرتو باش ديروا لي كاطو دانيفيرسير لولادكم بلي كولور وكذا منا كيفاش ديروا لاباطا سكر عندكم في الدار يلزم لكم سكر غلاس يلزم لكم الابيض تاع البيض بلون دوف الا صغير بزاف ديروا وحده ونص ولا لازم مينيموم يكون عندكم 30 غرام بين 30 غرام و 40 غرام ويلزم لكم 60 غرام تاع جلوكوز صح بيتران ديالكم لا فاي الورقه ولا ما عندكمش معليش تعملوا الفوي ديروا ديرك السكر كلاص تاعكم لداخل هبطوا الجلوكوز تاعكم عاونوا روحكم بالسكر كلاص باش تحطوه لداخل جلوكوز دوكا تلقاوه يتباع في لي سوبر مارشي افون ما كانش اكزيستي بزاف مي دوكا تلقاوه حكموا السكر كلاص باش تفرغوا واش كاين في المغرفه باش كيتسق فيها مي بالسكر كلاص تقدروا تجيبوه ما يتسقلكمش في يديكم تنحيوه تحطوه كاع لداخل بلون دوف تاعكم وبداو تخلطوا مويا باش ما يطيرش عليكم السكر كلاص تم تم يبدا يترمل شغل صابلي اسيريو باللي يتخلط بيان الجلوكوز تاعكم خليوه واحد 3-4 دقائق فوالا رابيدمون ريكيبيريو كاع واش كاين هنا ديريكت على البلون ترافاي تاعكم جبدوا لاباط اللي بدات تتفورما تخرج لكم هكذا ومن بعد نتوما تجمعوها بيديكم لاباط تاعكم وتخدموها كي شغل راكو تخدمو اون بات بريزي باغ اكزومبل لازم تعطوا لها شويه تاع فرصه مي لا تكنيك كاع بهاد اليد باش تذوبوا السكر تاعكم تجمعوا كلش وطريوها خدموها واحد 10-15 مينوت شوفوا ديجا بدات تتجمع يكون عندكم الا حبيتوا شويه مايزينا باش تخدموا بها باش ما تلصقلكمش في البلون ترافاي تعاودوا تجمعوها حتى تولي لكم ليس وماليابل وسهله ومن بعد 10 مينوت تاع خدمه توجد لكم ديروا لها فيلم اليمونتير وتخلوها في الفريجيدار ومن بعد تقدروا تلونوها كما حبيتوا خضراء تشينيه باش تبداو تخدموا كي تروبوزي بيان وتجوز في الفريجيدار تولي شغل باطا موتلي حاجه سهله تحطوها فوق بلون ترافاي تاعكم كاين بزاف يستعملوا لي سكر كلاص باش يحلوها موميو تستعملوا مايزينا لا فيكول دو مايس باش تحلوا لاباطا سكر تاعكم تقدروا تبلاطيوها شويه هكايا ومن بعد يلزم لكم رولو موميو تاع بلاستيك الا ما عندكمش على بالي بلا بلوبار عندهم تاع حطب تقدروا تخدموا به ثاني مي تاع بلاستيك ليس ما يدير لكم حتى مشكل شويه مايزينا ما تكثروش بزاف هكا تحطوا لاباطا سكر تاعكم ديروا شويه من فوق برك ماشي بزاف تقدروا تحلوها فاسيلمون شوف نخدموها في الدار ما فيهاش لا اديتيف لا كونسيرفاتور خدموا بلي كولور ناتورال كيما باغ اكزومبل شويه تاع جود بيطرا تقدروا تخدموا به لو روز تاعكم ودائما كي تحلوها تحلوها رقيقه هكذايا فوالا وبالرولو تاعكم تقدروا ترفدوها ديروا بها واش حبيتوا تقدروا تغطوا بها باتيسيري تاعكم تقدروا تقطعوا ديروا دي ديسان ديروا واش حبيتوا هاي لاباطا سكر تاعكم كيفاش تستعملوها هاي نديرو لاباطا شو تكنيك فرونسيز تاع لاباتيسيري فرونسيز معروفه بالبزاف لاباطا شو هي اللي تاكلوها كي تاكلو لي زيكلير ولا تقدروا ديروا حاجه كرياتيف حاجه ديفيرونت باغ اكزومبل تحكموا اون باطا شو ديروها كبيره هكذا تقسموها على زوج تخدموا بها برجر كيما دارت زهور في ماستر شيف لا سيزون 1 الى تشفاو اوكي واش ديروا نص ريتلا تاع ما ديروها ديريكت ومن بعد 200 غرام تاع زبده قطعوها لي كيوب كبار هكا 20 غرام تاع سكر 10 غرامات تاع ملح لازم تلحقوا هاي بوليسيون يغلي الماء وتذوب الزبده او ميم طون عندكم 8 حبات بيض كاملين راح نكسروهم ديريكت لداخل وعندكم ثاني الفارينه 250 غرام تبداو بالزبده السكر الملح والماء لازم يغليو ومن بعد واش نديرو غير يغلي خرجوه ونحطوا الفارينه لداخل ونخلطوها باش تولي لنا العجينه اللي نخدموا بها لاباطا شو تاعنا فوالا غير يبدا يغلي الميكس تاعكم توجدوا الباتور تاعكم باسكو لازم تونشينيو ديريكت ومن بعد تاسيريو باللي الزبده تاني طابت باللي كلش واجد هنا
نقصوا النار كومبلي وتخرجوا من النار وتجوا تحطوا الفارينة وبالويل داخل بالعقل تنكوربوريو فارينة تاعكم شوية شوية تبدأ تولي امبات نعاودوا نوليو للنار تاعنا طلعوها شوية موايا ونكملوا نطيبوا الفارينة اللي درناها لداخل كلش يبدأ تلاصق ونورمالمون رابيدمون يتخلط كلش دوك هنا تحقوا من سباتيل باش تبداو تنشفوا شويه لاباط تاعكم حتى تولي اون ماس اوموجين كتله كي تسخن بيان نقصوا لها النار باش ما تريحش الدوب الزبده اللي لداخل وكلش بداو تخدموا لاباط تاعكم حتى تولي عجينه وحده اللي ما تلصق في حتى جهه تاع لابوال ومن بعد الفوق با ديسيشي فوالا كونوا واجدين بها تروحوا بها ديريكت تجي وحدها كومبلي هكا داخل الباتر تهبطوا الباتر تاعكم يسخن البول تاع الباتر تاعكم حبه بيض بحبه بيض وحده بوحده حتى تنكوربوراو 8 حبات بيض لداخل لازم تولوا كي تقدروا تشدوا يدكم هنا وما تحرقكمش كاعيتك دائما ما تكسروش ديريكت الحبه بيض لداخل سينو طيحوا لكم قشرات كذا وما تقدروش نحوهم من العجينه كسروا فيه بول باش تاشيروا باللي نقيه الحاله وتحطوا الحبه بيض تاعكم وتكملوا كسروا حبه بحبه نحطوا حبه بيض الاخرى مازال سخون دوكا شوفوا مليح ولا شغل الامبات اوموجين شويه سائله ماشي ليكيد مي يقدر واحد يديرها دون اون بوش ويخدم بها خلوها تزيد 10 مينوت ولا دو بلوس حتى تشوفوا ميم لاباط اللي لاصقه في لاكيف بدات تلصق غير في الوسط برك فوالا لاباط تاعكم هايلي واجده باش تعمروا بها لابوشادوي وتخدموا بها لي زيكلير تاعكم لي باري براس تاعكم لي شو ديالكم وطيبوهم كيفاش طيبوا لاباطاشو تاعكم طاير غير تخرج لكم الباتور غير تكون واجده لاباطاشو لازم ديريكت تجوزوا طيبوها بريباريو هكذايا سنيوه تاعكم شويه تاع زبده بالبانسو لازم يكون بوري ليجيرمون ماشي بزاف ما تكثروش تقدروا تخدموه بابي كويسون ولا بالسيلفات بالسيليكون حاجه خير وخير ما يلصق والو فوالا راكو واجدين بالسنيوه تاعكم ومن بعد تحكموا من بوش ادوي قلبوها هكايا تحطوا فيها لادوي تاعكم دخلوها هنا لداخل ومن بعد واش ديروا هنايا دخلوا شويه هكا بلوكيوها وعلاه باسكو سايله شويه باش كي تعمروا ما تسيلكمش وتحكم لكم فوالا ومن بعد شدوا يدكم هنا مدوره هكا باش تكون حاكمه يدكم البور تاع لابوشادوي تاعكم وتبداو تعمروه ما تعمروش لابوشادوي بزاف باش تقدروا تمانيبيليوها تقدروا تغلقوها من الفوق هكايا تقدروا تهبطوا لاباط تاعكم دوكا هنا تقدروا تجبدوا اوب وتقدروا تخدموا بيها تحطوا هكايا شويه ابلا تعبزوا غير بشويه وتجوا تجبدوا وتقطعوا هنايا اوب تجبدوا تقطعوا هكايا معليش الخطره الاولى تجيكم صعيبه مي من بعد تبراتيكيو باش تخدموا لي زيكلير تاعكم وتريحوا تعمروا في السنيوه تاعكم بلي زيكلير ديالكم فوالا دوك الكلير تاعكم واجد تقدروا طيبوه هكا ولا تقدروا ديروا له لا دورور الا حبيتوا وما لازمش تسيب لكم على لي كوتي الى البانسو كبير كيما هذا روحوا هكا بالعرض فوبا كاع يسيل صفار البيض على لي كوتي حاجه رقيقه هكذا تدخلوا في الفور 210 فوهم باللي بيان دوري وتنفخوا بيان 10 مينوت هكذا لازم تنقصوا الفور تاعكم تخليوه 150 100 دوغري مي تحلوا الباب بيان كوم يلفو وتخلوهم ينشفوا شويه لداخل وعلاه باسكو يطيبوا من برا مي لاباط هذه اوميد تقعد لداخل ماشي ناشفه ولازم تكمل الطيب شويه تاع سخانه اللي تبدا تجوز عليها باش
ينشفوا بيان لي شو ديالكم. هامليك كاش يخرجوا لكم هادوما اللي درت لهم لا دورير وهادوما بلا لا دورير برك عندهم هاد لا كولور من البيض اللي يطلع للفوقه من داخل لاباط. فوالا من بعد واش يديروا بهم؟ يديروا فيهم ثقبه هنا وهنا تيت كروا صغيره هكا هكذايا في الطرف في الوسط مقطعه غير شويه. من بعد باغ اكزومبل كريم باتيسير دونج اون بوش ادوي لا دوي تاعكم تكون رقيقه هكذا دوروا بيان تسيروا عليها بيان تدخلوا في لاكروا الاولى وتروحوا تعمروا غير بالعقل بلا ما تفورسيو حتى تحسوه باللي تعمر لداخل بلا كريم باتيسير. نفس الشيء من الوسط زيدوا كيف كيف الجهه الثالثه باش تاشيريو باللي ليكلير تاعكم كاع معمر بلا كريم. فوالا ها ليكلير تاعكم واجد حلوه باش نشوفوا باش نوريكم لا كريم الداخل هكذا لازم يخرج ليكلير ديالكم. بصحتكم.